في واشنطن المثمر، وحضرت لكم معنا كثير كثير من البذور مالته، كثير من البذور حضرت لكم اياها ونبتت عند بعض الأخوة. هذا تشوفونه نخيل واشنطن المثمر اللي ينتج إنتاج الزيت. هذا تشوفونه أمامكم، الذهب الأحمر، هذا الذهب الأحمر، وانتج ولله الحمد أصبحت أيجار، وإن شاء الله وبإذن الله أنه تكون نخيل واشنطن المثمر بكل العراق موجود إن شاء الله، بكل العراق إن شاء الله، لتزرع هذه أيجار النخيل الواشنطنية بشكل إن شاء الله. هاي شوفوا العتق، شوفوا العتق قدامكم، هذا النخيل واشنطن، هذا نخيل واشنطن المثمر، وما ترتفع أكثر من مترين ونص، ما ترتفع أكثر من مترين ونص، شجرة حلوة، شجرة مثالية، إنتاج الزيت زيت الطعام. هل الأفضل أنه تركيا تصدر لنا زيت الطعام؟ شنو بها أرضنا؟ براكين وما تطلع؟ ما تصير؟ هذا كله بالمناطق الشمالية يصير عندنا، وبكركوك وعلى عظيم وغير هالمناطق، هذا كله يصير يا ناس. ليش زرعتم انتم ما جربتم وما صار؟ الله اكبر، متى تصير عندنا الروح الوطنيه الى عراقنا ونقول العراق 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 العراق؟ ما تردون هذا الخير؟ ما تردون هذا الذهب؟ لو ما تردونه ليش؟ تفضل شوفوا، هيك عندنا نخيل واشنطن بهذا الارتفاع ويثمر، ليش ما عندنا حب الى وطننا وغيرة على وطننا؟ اتمنى الكل تشارك هاي الفيديوهات حتى تتوسع حملتنا، ثورة الجهات الزراعية في العراق، لنزرع عراقنا ونهتم بعراقنا. اذا ما كانت الدولة مهتمة لا احنا الشعب يهتم، اذا ما كانت البلدية مهتمة تشجرنا شوارعنا وتزين شوارعنا وتقلع الكانو كابرز، فنحن الشعب نحن نثور. هذه ثورة مو للتخريب، وانما ثورة البناء، ثورة بناء العراق. والسلام عليكم.